فرقة 2030 أيضا لمصر. وزير التربية والتعليم قال أن تحقيق استراتيجية لتطوير البيئة التعليمية في مصر وأهداف ذلك هي مسؤولية الوزارة والحكومة أيضا، بالإضافة كمان لمؤسسات المجتمع المدني. واحد، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز. اثنين، تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية. ثلاثة، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم. دول الثلاث أهداف اللي كلنا مسؤولين كحكومة وكمجتمع مدني وكدولة إن احنا نحققهم.